مرحبا بنات، كيفكم؟ شو اخباركم؟ مساكم طيبين حبايب قلبي. اليوم بسوي توتوريال، بس والله ما اعرف ايش يطلع معاي، بس انه يعني بسوي. شوفوا بنات، دائما في بنات يقولون انه الصابونه ما تثبت بحواجبنا، تمام؟ هي تثبت بس يكون عندس المنطقه دهنيه. طيب تاخذين تنر، لو هذا تاخذينه، طيب تحطينه بقطنه وتمسحين الحاجب. ترى احيانا في جفون دهنيه مو بس حواجب. طيب انا من ضمن الناس اللي جفني دهني. اوكي شوفوا، نمسح، ننشف المنطقه، شوفوا باين عليكم، نمسح. طيب ننشفها تماما، شوفوا بنات. انت تقول بشرتنا نظيفه ومدري ايش، ترى انا غاسلتها الحين تمام، بس مع ذلك البشرة الدهنية تفرز. أنا من ضمن الناس اللي هنا عندهم دهني، هذا هو. بنات اللي حبت كبشر عليه تكبشر عليه، هذا أنتم حرين، أخذوا أي نكهة تعجبكم، تمام؟ تمام. طبعاً أنا لازم أشيل أرفع الحواجب عندي لأنه دائرية، ما أحب أحط الشادو وحواجبي دائرية. بلزقها، تصمغها، مشطها، مشطها تماما. اوكي بعدين ارفعها، بعدين اخذ صمغ الحواجب، تعودتوا عليه انتم، بس طبعا في ناس جديدة يعني. هذا بنات صمغ الحواجب، شوفوه، تقدرون تستخدمونه صمغ رموش. بس اذا حط بنات زي ما قلت، اللي حابه تحط صمغ رموش لازم تستنى عليه شوي، مو تحط تحط الصمغ في الرمش وتركبه دايركت، لا هنا بيحوس عليه. شوفوا اخذ نقطه واصمغ الحاجه، شفتوا؟ اوكي اضغط باصبعي، تمام بنات؟ شوفوا اضغط باصبعي اشيل الزايد، شوفوا هذا الزايد اللي اقصده، هذا الزايد شوفوا يطلع معانا زي الحبيبات. خلاص باخذ الحين لون شمر من هذا البلد. طيب اباخذ يا حبايب قلبي بهذا اللون، طيب شوفوا باخذ هذا اللون واحطه، شوفوا فوقه، شوفوا كيف ضغط اضغط مرة قوي، يعني مو مرة قوي يعني مشان انكم تضغطون. شوفوا اي لون شمر عندكم، اي بلت عندكم عادي، تمام بنات؟ تمام خلصنا. الحين بحط عليه الكونسيلر، امسح يدي بس، امسحها. طبعا باخذ اليوم كونسيلر، شوف بنات يوم اقول لكم الكنسيلر. اوكي بنات زي ما قلنا راح اخذ كونسيلر لوريال واحطه على الجفن، شوفوا ترى قوامه ثقيل يا بنات. اوكي خلاص غطيت اللي ابغى اغطيه، الحين احط على الجفن متحرك. اخذ فرشة الدمج وادمج زي ما قلنا بنات، ما نخلي فواصل. خلاص حبايب قلبي
طبعا بحط الصابونة على حواجبي الباقية يعني، أوقفها شوفوا ندمج تماما. ناخذ هنا الأطراف، شفت الأطراف، ناخذ الأطراف وندمجها. أوكي حبايبي، أوكي الحين أثبتها في اللوس بودر. شفتوا؟ إني أثبت حواجبي، راح أثبت حواجبي يعني صابونة، راح أستعمل هذا. أوكي؟ اللي حابة تكبشر عليه تكبشر عليه، هذا هو صابونة حواجب. طبعا هذا بنات أنا زمان طلبته من أمازون، ما كان موفر في المحلات، الحين موفر في المحلات موفر. شوفوا أخذت كذا وأحط بالفرشة، شوفوا أوكي خلاص. شوفوا أجي بهذه الطريقة، أول شيء أخذ الشعر عندي باتجاه العكسي. طيب شفتوا كيف؟ الحين أخذه على فوق، أمسح فرشتي وضعها تماما، أشيل الزايد من الحاجب. أنتم حابين تضغطونه بعصا الفرشة ما في مشكلة، حابين في صباعكم ما في مشكلة يعني عادي، هي نفس الطريقة، خليها تنشف شوي. طبعا تخطوا هنا ما في شعر. هنسوي كذا الحين وامزح الزايد من الحاجب تمام. امسح ستيني طبعا، لازم اخذ قطمة امسح الزايد اللي طلع من الصابونة. بنات خلاص كذا امورنا تمام، خليها شوي تجف وبعدين انزلها. طيب باخذ الحين فرشة، باخذ التي دعش وبنات هذي مرة تجنن كروناي للبشرات اللي نفس لوني، وافتح واغمق شوي. هذا شوفوها التي دعش، اوكي بنات. اخذ فرشة فيها لوس بودر تمام، وصير اطبطب هذه الطريقة. طبطب على مكان حق الشعر اللي غطيناه، لانه انا ابغى اسوي اكوا مائي كبيز تمام. شوفوا خلاص، شوفوا بنات مبين معنا شعر؟ لا. باخذ بنات يا حبايب قلبي، باخذ هذا الاكوا مائي واسويه كبيز عشان يقوى معي لون الشدو تمام. تمام اخذ فرشة اخذ فرشة كذا منفوشة ما عليه، شوفوها احط فيها شوي مي امسحها عشان اذا فاه فيها لون او شيء يطلع. شوفوا بنات اخذ بهذه الطريقة كذا، شفتوا كذا احطه من هنا، شوفوا احطه واصبر عليه شوي ما ادمج على طول. اوكي بنات شوفوا امسح فرشتي، نجي هنا امسح فرشتي خلاص.
الأطراف صحة تماما. شفتوا بنات امسحها. اوكي بنات حبايبي مسحنا الفرشة تماما من اللون، يعني زاد الموية. شفتوا بس امسكها، امسك الاطراف، صير ادخلها على داخل على برا. الاطراف عندي اهم شيء. اوكي بنات الأطراف، ندمج الأطراف زين. ما يستخطوا بنات، عندي عمال قاعد يصبغوا لي الصالة، ممكن تسمعون رجد ومريجل، معليش تخطوا. كيف دمجنا بنات؟ شو حتى هذا اللون لو تقدرون انكم انتم تدمجونه وتخلونه بدون يعني تحطون فوق شادو، مرة حلو ترى، بس تحطون لمعة في الوسط مرة حلو بنات. اوكي شوفوا حتى ردت على كامل الجفن المتحرك. طبعا ما ننسى هنا، لا اله الا الله محمد رسول الله. شوفوا بنات ترى قاعد اسلكم في الحركة البطيئة. خلاص خلاص ما ننسى هنا بعد. واضح بنات؟ طيب أفتح لكم الخير، شوفي ألوان في هذا البلد. خلاص بنات زي ما اتفقنا حطينا كل شيء، الأكوا المائي. الحين باخذ، أنا ما بيتوهكم، أبيكم تاخذون يعني شيء من بلد واحد. راح أخذ من نفس البلد لون الشادو فرشة، إنه هذا لون انتقالي. تمام باخذ هذا اللون، شوفوا هذا اللون، أنفض فرشتي تماما وأدخل. أوكي شوفوا حتى لو حطيتوا أكوا مائي فاتح تقدرون تحطون عليه لون غامق. أوكي شوفوا بنات أنا بس أبغى اللون الانتقالي فقط، يعني تعزيز للون. اتفقنا؟ اتفقنا. هنا اوكي ما يهم. اوكي بنات هباخذ الحين قلم برجوة اسود، شوفوا اسود. طيب بحط من هنا شوي ومن هنا شوي. أهم شيء يكون كريمي بنات. طيب حمد من هنا عادي ما يهم، حتى لو سويتي بهذه الطريقة أهم شيء الدمج. تمام اخذ فرشه زي كذا وادمجها على فوق. اوكي بنات زي ما قلنا ندمج حبايبي على فوق. خلاص ندمج الاسود على برا. شفتوا كيف داخل على داخل؟ والله معليش بنات نفسي وقف التوتوريال عشان الازعاج، اذا انتم حاسين بازعاج قولوا لي. اوكي نفس الشيء اخذ الحين
طلع هذه المناطق اللي أنا حددتها كفنان. نحدد هنا بعد حط اللون دمج يا بنات، اهم شيء الدمج، خذوا راحتكم في الدمج. طيب انا احتاج مراية الحين، اوكي؟ انا عندي اللون واطلع على برا، ما عليه هنا عادي بمسح وانظف، بس اهم شيء ادمج. خلاص هنا ازول شوي وادمج اطلع على فوق. ما كنا بنات ندمج خلاص، باخذ لون موف من الأطراف بنات. نفس الفرشة مسحها، نفس الفرشة هي مسحها بنات. طيب اخذ شوي اسود طبعا هو ما راح يبين عليكم اللوك الا رسم الحواجب. شوفوا ندخل هنا بنات خلاص، نفسها ناخذ هذا اللون، هذا اللون ناخذه ده ندخل فيه. يوم ندخل الألوان على بعض على الأسود يعطينا ألوان مدرجة حلوة. تمام بنات شوفوا، عشان ما تبقى فواصل نجيبها بهذه الطريقة. خلاص خلاص كيف انا احدد الحاجب. تمام حدده، باخذ قلم شيئين حدده. شوفوا كيف احدده، ترى شوفوا وانا على الكاميرا، اوكي شوفوا اخذ من اخر الشعرة واطلع. بنات شوفوا اخذ بهذه الطريقة، بس احدد انا تحديد لان منظري في الكاميرا مش كويس. شوفوا اخذ من هنا وانزل حبايبي. منظري ابدا في الكاميرا مش كويس مره. احدد اعبي الفراغ الحين، شفتوا بس مجرد تحديد علشان امشي على الرسمة اللي انا ابغاها.
دائما بنات اقول لكم اخذوا بالنص الشعر، لا تاخذوا من هنا خط، لو اخذتوا خط ما يجي حلو. تمام تمام والله انا احتاج مرايه بنات بس عشان اوريكم مشكله. هسوي شعرات، شوفوا بنات انا باخذ الحين القلم شي ان السايل اسوي شعرات. تمام هنسوي كبيز اول شيء. تمام نتفق عشان منظري مش كويس برا، مش كويس، حاولت اني اتخطى بس ما قدرت. اخذ شعرات خلاص خلينا كذا مبدئيا. تمام تمام يلا نكمل. ناخذ فرشة كونسيلر، فيها شوي كونسيلر طبعا، اخذ شوية طبعا كونسيلر لوريال زي ما قلنا، احطه شوي على يدي بهذه الطريقة، اخذ وقص من هنا، أعطي وسع للعين عاد أنومها. يلا بنات نوسع، شفتوا؟ ندخله هنا شوي، طبعا كل شيء قاعد اسويه قدامكم يعني تمام عشان تشوفون، يعني انتم الحين اول ما شفتوا قلتوا يو ايش قاعد تسوي ذي صح؟ بس شوفوا الحين لو خلصت اللوك كيف يطلع. تمام بنات، بس انا لان عندي هنا مساحة بين المدمع والجفن صغيرة ماسكة، فانا احاول اني اوسعها. خلاص خلاص شفتوا؟ واضح بنات؟ اخذ فرشة ادمج الكونسيلر اللي حطيته، ادمجه تماما اوكي واضح واضح. باخذ الحين اوكي حبايب قلبي بنفس الفرشة باخذ من بلت مورفي هذا اللون، طيب عشان لو ابغى احط جلتر احطه بس في الوسط اوكي. شوفوا اخذت لون شمري هذا اللون، طيب
هذا اللون. طيب شوفوا ما ننسى المدمع بنات، اهم شيء المدمع عشان ما يسيح. ارجع اخذ شوي فضها. المدمع هنا اهم شيء عشان ما يسيح علي. هنا ادخله بالشكل الصحيح. اوكي ابغى انا احط شوي جلتر في الوسط. تمام، انا حابه جلتر خشن اخليه في هذه الطريقه، حابه جلتر ناعم، يعني انتي حره، انتي لست حرية الاختيار. تمام، بحط مثبت يا حبايبي. دقيقة جيل او احط اربنديكي. شفتوا اربنديكي؟ احط اربنديكي عادي، باخذ باصبعي او بالفرشة نفسها احسن. باخذ اربنديكي بالفرشة. شوفوا بنات اخذت اربنديكي. تمام، هذا هو الحبة تكبشرة تكبشرة، هذا رقمه لان جاي قربت على الكاميرا ما يوضح. اوكي، باخذ بالفرشة نفسها. طيب بعدين ممكن ازود عليها شوي جلتر خشن. طيب شوفوا امشي على نفس اللي سويته. اوكي خلاص، باخذ شوية نوعي اكس صمو الجلتر بنات، شوفوا هذا هو. طيب باخذ شوي ازود حبات خشنة. تمام، باخذ نقطة نقطة شوفوها، احطها طريقة الطبطبة بس. باخذ جلتر خشن من هنا من هذا البلد. باخذ هذا وطبطب بصبعي كذا. شوفوا بنات اعطيني مويه. الله يكون واضح، بس الحين خليها تجي تهدي الإضاءة. خلاص كذا أنا خلاص كفاية عندي الجلتر. طيب شوفوا بنات بنظف في كل كراين تحت العين. تمام، يمكن تسجل وراحت السناب. شوفوا بنظف وبرطب عشان احط كونسيلر، لو حطيت كونسيلر في الكفر انه ما يجف معي هذه المنطقة زيادة. لان شوفوا لان هذه المنطقة رقيقة، لو حطيتي عليها في الكفر شو اسمه تخطط. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي الحين باخذ ارطب تحت العين من جل كلورايد. هذا بنات هذا البشرة الجافة والبشرة اللي فيها قشور واللي فيها حبوب تحت الجلد، هذا مرة حلو. وإذا عندك شيء في الكفر حطي منه نقطة وادمجي حتى لو فونديشن. بحط تحت العين بنات. الله يسعدكم، أباكم تدعون صديقتي بالشفاء لأن
تخيلوا عمليتها 10 ساعات وفوق، وانا الحين ما اعرف عنها شيء. دقيت على السيستر، اخذت رقم السيستر، تقول لي انا اوف. قالت لي هي 10 ساعات بيخلون العملية واللي يسويها رجل آلي، طيب. وقالت بعدين يدخلوني العناية المركزة. فمسكينة هي، ماني عارفة وش وضعها الحين. أنا صدق ماني عارفة وش وضعها. الله يسعدكم، ادعوا لها بالشفاء العاجل. تخيلوا يعني عملية 10 ساعات وفوق وبالحالة، ما راح إلا رب العالمين والنعمة بالله. والله من أمس وأنا متوترة. فكلمت السيستر، قالت لي تعالي في الليل. كنت بروح أشوفها في الليل، إن شاء الله أنا تكون طيبة وبخير يا رب. أنا ما أعرف وش مشكلة السناب، كل ما أجي أسجل ما يسجل. شوف بنات، باخذ بديل أربان ديكي، طبعا هو مخلص عندي، وباخذ أنجلت. طيب وبسوي الحواجب. خليني أخذ مراية لأني الحين أنا أحتاج مراية. أوكي، كيف أغمق الحاجب؟ هذه الفرشة مرة دقيقة بنات، لا ترمونا إذا خلص، حتى المدمع مرة حلوة. طبعا اليوم أنا ساحبة حاجبي كذا. أوكي بنات، طبعا ما ابغى الحاجب يكون غامق مرة، ابغى يكون يعني فاتح حلو. لا اله الا الله محمد رسول الله. خلاص الحين انا انظف فرشة الكونسيلر، شوفوها بقايا الكونسيلر، امسحها وانظف. يا بنات اصير انظف انا تحت الحاجب، لانه خلصت السناب على هذا الشيء. شوفوا انظف تحت الحاجب، امسح فرشتي. كيف نظفت؟ باخذ نفسها فرشة القلم هذا اللي قلت لكم عنها بنات، أسوي من آخر العين. طيب داخل داخل شفتوا بنات، دخل داخل، ارفع فوق، شفتوا كيف؟
شفتوا كيف بنات شوي شوي يبدأ معاكم جمال اللوك يعني. اخذ فرشة هذه اللي دمجت فيها اول صح. خلاص الحين عاد اهمك انا براحتي اخذ واسوي المدمع انقلت 77 بنات انقلت لو تصحي من هنا بكره ما يصيح بس اهم شيء انه تنشفين مو تحطين انقلت وفي هنا كونسيلر لا احتاج انا كذا طيب هدي الإضاءة ماني عارفة كيف هديها وانا عندي احد العمال كلهم موجودين في البيت والكل زابن شوفوا بنات ان دخلت وانقلت في العين ترى ما يفرق يا بنات باخذ برجوة كحل برجوة حبة قبشرة سواد يجنن بنات سوادة وسواد رميل يجنن بس رميل لا تاخذونه من الصيدليات اخذوه من المحلات تمام ادمج اللي طلع من تحت عشان ما يتكتل معي بين الرموش بنات اهم شيء ما يتكتل عشان لو تكتل بين الرموش الكحل داخل العين تسيح على الشتو تمام الحين بس الكونسيلر عاد بضبط الامور طبعا واحدة من بنات قالت لي نورا انا ابغى كونسيلر كلوراين لان تسوين الأورنج أنا ما فيني ديك الهالات اللي مرة بس أوكي عشان راح أسوي باخذ فرشة أوكي فرشة كذا بس خلاص أخذ كفايتي طيب شوفوا حبايب قلبي الهالات القوية قوية تحط أورنج الهالات العادية اللي زي هالاتي وكذا عادي تحط لون نفس لون الهالات يعني كونسيلر بس عشان البنت هذه أنا أفريها تمام شوف أحط بهذه الطريقة الأورنج طيب بهذه الطريقة أحطه أخذ الأطراف عشان لابسة كمامة ما عليه شوف خلاص أخذ هذه الأطراف شوفوا يوم حطيت كلوراين تحت العين ترى كلوراين بنات ترطيبه عميق شوفوا كيف مشى معي الكونسيلر معنى هذا الكونسيلر كلوراين جامد الحين باخذ تارت معروف عنا اذا ما دمجتيه بسرعه
يبقع او ينشف. اخذ نفس لون بشرتي، تمام، اخذ نفس لون بشرتي واجي في هذه الطريقة كذا خلاص. دائما وابدا انا اقول لا تقربون الكونسيلر عند الرموش عشان ما يكتم لكم العيون. واخذ حق التنوير تارت كم رقمه؟ 38 ان، هذا هو اللي نفس لون بشرتها العادي. واخذ الحين بنات التنوير، شوفوا من وين احط التنوير، واخذ التنوير احطه من هنا خلاص. اصبر عليه ثواني لاني انا حاطه الترطيب، الترطيب اللي حاطته قوي. اوكي معليش هتزك الطاوله، استنى عليها شوي بعدين ادمجها. خلاص شوفوا بنات، استنى عليها شوي لاني انا مرطبه مره. والله بنات العذر والسموحه، والله اني كنت اسجل كيف ادمج وراح، ما ادري ايش فيه، طفيت الجوال كله. طيب بنات عموما كذا قلنا ندمج. شوفوا بنات كيف الكونسيلر هيلتي معاي عشان جل كروراين الاخضر. طيب الحين باخذ سفنجة، طيب واخذ التي داعش. شوفوا بنات بسوي في هذه الطريقة على يدي، تمام شوفوا على يدي، واخذها واثبت. والله ما ادري وش فيه السناب يا بنات، شفتوا طريقة الطبطبة. اخذ مرة ثانية على يدي نفس الشيء، شوفوا هنا بنات، ها لا تنسوا. شوفوا عندي المدمع هنا لو تلاحظون في لمعة بسيطة، راح اخذ نفس الشيء واقلب الاسفنجة اثبته. خلاص خلاص دقيقة بس اطلع هذا. هو التوتوريال سهل بس السناب ما ادري ايش فيه اليوم، انتوا لا تستصعبونه. على العموم تراه بس عشان احنا نسجل تشوفونا احنا نتاخر، بس هو في النهايه ترى سهل يعني يمديكم تسوونه عادي، يعني لا تستصعبون شيء. خلاص الحين اكمل اي نوع بنات. الحين باخذ مسكره بس مش مسك الرموش السفليه، زي ما قلنا بنات لازم مسكره تمسحونها ما تخلون فيها شيء. طيب خليها لما تنشف عشان اركب الرموش. باخذ نفس الالوان اللي حطيتها فوق حطها تحت، انضم الفرشة شوفوا، اجي على الكحل اللي نازل من اطرافه. احمر عندي اهم شيء اخر العين مولة. طيب بنات اوكي، اخذ جلتر حطه من هنا. دخل
حطه، خليه شوي ينشف، بعدين حط فوقه تحته لا إله الله محمد رسول الله. أوكي بنات، بحط هذه الرموش، هذا رقمها من شي إن، مرة حلوة فيها سحبة. هيا عندي ازعاج اصوات، ما ادري هون نفسيتي تعبانه، ما اعرف. باخذ الصمغ طبعا هذا اللي ما استغنى عنه ابدا، وكلكم الحين تعرفونه اني هذا الصمغ ما استغنى عنه. طيب باخذ احط شويه على الرمش، ارتبه فورا، الحلو فيه انه ما تستنين عليه. انها تنشف بعدين ارفعها. تمام. سكر الرموشي، اخذ اقوى مائي، الاقوى المائي وشو بنات، احط عليه مويه واسوي فيه نفس الاول الابيض عشان انظف تحت الحاجب. تمام. اوكي بنات، زي ما قلنا الاقوى المائي هو كنا نشرح عليه وقفلت السنابه. انا اليوم انا السناب هذا مشكله والله العظيم. شوفوا بنات، الاقوى المائي هو تحطين مويه وتحركينه ويمشي معاه سلون. تمام، تستخدمينه كبيز، هذا تقدرين تستخدمينه اي ناينر، تقدرين تستخدمينه بيز، يعني وش البيز تحطينه وتحطين فوق الشادو. شوفوا بنات هذا هو، باخذ فرشتي نقطه مويه، شوفوها حطيت فيها نقطه مويه، امسحها، اخذ كفايتي منه فقط، شوفوا اخذ كفايتي منه، غير انظف تحت الحاجب. شوف كيف كفايتي منه، بس انظف تحت الحاجب. خليه شوي شوية بالضبط، شوية مو كثير، خليه شوي بعدين انزله على تحت عشان حتى اذا معايا لون غامق انه يخف. شفتوا بنات، الحين صار احرك باصبعي هذه الطريقة. اذا عندي شيء يبغاله، بسم الله، اذا عندي شيء يبغاله رفع ارفع، ممكن بقايا فرشة الكونسيلر كذا. يا بنات اكون انا نظفت تحت الحاجب زي ما شفتوا. تمام، وش نبغى نضيف هذا الحين؟ حنا ممكن اضيف هذا اللون، انا هذا اللون شوي اغمق عندي هذه المساحة من الطرف، من الطرف ايش تبعد شوي الإضاءة، تبعد الإضاءة شوي،
شوفوا بنات كيف يوم ام مكتة. طبعا معاي مرة حلو. انت حابة تغمقينا غمقي، حابة تخلينا كذا خليه، انت حرة يعني في النهاية. بس شو رايكم في الحواجب؟ شو رايكم في اللوك كامل؟ اذا بغمق انا بالفنة. شوفوا كيف الحين يوم بعدت الاضاءة. مكينة شوي عشان الفاتحة. والله يا بنات اللوك فنان، طبقوه. شوفوا كيف، خلصنا كذا يا بنات. بس نحط شوي كونتور ونحط شوي هايلايت. تمام، اسوي ماسكارا للرموش السفلية لاني دائما انساها على نفسي. خلاص حط شوي فرشة فيها شوي كونتور. كونتور من هنا بنات على فوق. تمام، صير ادخل من هنا مو بمشكلة. خلاص الحين بالاصبع هديها. اوكي شفنا. هنا شوي خلاص. شوفوا بنات باخذ سوسو ايام هايلايت. سوسو ايام يا بنات يجنن. شفتوا الروعة فوقه؟ هذا الرقم واحد. طبعا هو فيه عدة الوان. هذا باخذ شوي باصبعي. دايما الهايلايت بنات حاولوا انكم تحطونه باصابعكم، يعني ما تحطونه في الفرشة، يجي احلى. كيف اوريكم لمعته؟ اعطينا شوية. تمام، اخذ فرشة نظيفة تماما. اوكي بنات كذا اكون خلصت اللوك. ان شاء الله اني كنت خفيفة لطيفة عليكم. وانا اليوم بس عندي مشكلة في السناب، بس مدري ايش هي. ووريت كيف تسوون الأكوا المائي وكيف تدخلون عليه الألوان. تمام، شوفوا بنات دائما الألوان الفاتحة اللي تحطونها تحت تعطيكم وسع للعين. هذه أول حاجة. ثاني حاجة، لو حطيتوا ألوان غامقة وحطيتوا ماسكرة يطلع كأن أحد معطيكم بوكس. تمام، شوفوا بنات أنا أحاول إني أبعد عشان تشوفون اللوك من بعيد. شوفوا شوفوا حتى الشعرات اللي غطيناها ما هي مبينة. شوفوا معنا، ترى للعلم أنا شعري كيرلي حق الحواجب. أوكي يلا، استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وإن شاء الله أنك كنت زي ما قلت خفيفة لطيفة عليكم، ولو استفدتوا لو شيء بسيط. واستنى تعليقاتكم وأي شيء أنتوا حابين تسألون عنه أو أني أسألكم إياه أسألوا في الخاص. تمام، حب كبير.